daga Madajun muna da Maryam Shehu dan Sani. Maryam Shehu dan Sani kamin zuwan ta muna maraba da zuwan shugaba Jagora أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله خلق ألم تر أن الله خلق ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون ألم تر إلى الذين نهوا مد الجائز المنفصل نهوا عن النجوى مد الأصلي عن النجوى نون مشددة كم النون بيت عن النجوى إدغاء الألف واللام الإدغام ناقص كامل شمس إدغام شمس ميم مشددة حكمها إظهار الجنة يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان قال صغر